بداتي الدائره تاع بني شاف كم كان عندكم معوزين؟ اثنين عائلات، عائلتين وعائلتين القاطنين ببلديه الامير عبد القادر. شكرا. والحاله الثالثه في بني غنام. شكرا شكرا. لاباس؟ سامية ارتأت مديرة النشاط الاجتماعي من كل سنة باش تتقدم إلى العائلات المعوزة القاطنة بالمناطق النائية بمساعدات عينية. تتمثل هذه المساعدات في أفرشة، أغطية، ملابس، حفاضات من حجم كبير، أجهزة للمعوقين منها بكل أنواعها. والبلدية الأولى اللي طرأت عليها المديرية هي بلدية أمير عبد القادر دائرة بني صاف. موزعة اثنين على مستوى الامير عبد القادر مركز، وحده على مستوى بني غنام. شكرا شكرا سي صاي.